السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان البراكي. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض الفانوس الجميل ده، شايفين شكله تحفة ازاي؟ هننفذه مع بعض وهنوريكم الطريقة. طريقته سهلة جدا وبسيطة، وهعمله معاكم خطوة بخطوة عشان تستفادوا بالفيديو. يلا بينا حبايبي نشوف الطريقة. كنت عامله معاكم قريب فانوس على شكل اباجوره من الورق برضو اهوت، هو بس ايه اوريكم طبعا. بس شايفين شكله دلوقتي بقى ايه، هنعمل فانوس تاني بس يعني بشكل تاني، اللي هو الشكل الفانوس اللي هو بقى ايه يعني المعروف. فدلوقتي بقى ايه هنبدأ مع بعض كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ونشوف مع بعض هنحتاج لايه. هنا هنحتاج لعشرين ورقة، وهنا برضو عشرين ورقة، وهنا هنحتاج لفتلة، بس كده. فهنبدأ بقى ايه، هثبت التليفون ونبدأ ايه نشتغل. دلوقتي يا حبايبي هنا معايا العشرين ورقة دولت، هبدأ بقى ايه اللي انا بسويهم كويس جدا من الاول، لا وبعد كده هبدأ اللي انا اتنيهم ايه نصين. لازم ايه تجمدوا عليهم الاول كده، تتنوم كويس. بس كده اهوت، هبدأ برضو بنفس الطريقة هعمل التانيين. هبدأ بقى ايه بالفتلة واحطها بقى ايه كده اهوت، يعني شايفين هي كده التانية اللي انا ايه تانيتها، هبدأ اللي انا ادخل ايه الفتلة كده من هنا. كده وهعديها في النص التاني. اهم حاجة تظبطي ايه الورق كده بنفس الطريقة. هبدأ بقى انا ايه اربط ايه كويس، طبعا انا هربط بقى ايه يعني كام عقدة كده فوق بعض الاول، وبعد كده هعمل بقى ايه حلقة كده اهوت على اساس اللي هي دي اللي هيتمسك منها الفانوس ايه في الاخر. بتجمدي عليها ايه كويس عشان الفانوس يبقى جامد، يبقى الورق كده جامد مع بعض.
بقى ايه، هبدأ ان انا ايه اعقدها كده اهوت، واعمل تبقى حلقة بقى ايه كده اهوت يتمسك ايه، عشان يعني ابني بقى يعرف يمسكها ايه بيها. نص الزيادة هنا بقى حبايبي، هبدأ ايه هقص بقى كده اهوت، هعمل هقص من هنا كده كده يعني مجموعة الورق دي كده ايه كلها، النص ده كده هقص ايه من هنا، وهبدأ برضو اللي انا ايه اقص ايه من هنا كمان. نعم، وبرضو من هنا نفس الطريقة كده، يعني هعمل كده علامة بالقلم عشان ايه تشوفوا. دلوقتي حبايبي معايا قلم ومسطرة بس كده اهوت، علشان ايه يعني اوريلكم انا هقص ازاي، يعني عشان تبقى سهلة، بس عشان انا بقى ايه بعد كده هقص انا بقى ايه مع نفسي ونرجع ونقصها. طبعا انا مش قايسة ولا حاجة، هي بس انا بسيب ايه شوية كده ايه صغيرين عشان يبقى قاعدة الفانوس. شايفين العلامة ديت، انا ما جيتش للاخر عشان في الاخر كده انا مش هقصه، هي بس لحد هنا بس كده، وهقص بس ايه كده حاجة برضو ايه من هنا كده برضو، يعني نفس المسافة. برضو ايه مش للاخر، كده كده بالظبط كده حبايبي زي ما احنا شايفين. هبدأ بقى ايه اهوت، هبدأ بقى اللي انا بالمقص بقى كده اهوت، هبدأ اللي انا اقصها، يعني ممكن انت ايه هتقصي شوية شوية يعني عشان بس ايه تعرفي تقصي، يعني ما تقصيش كله مع بعضه عشان هيبقى الورق ياما ايه عليك على المقص. طبعا لما انت بتحددي بالمقص بيبقى بالقلم في الاول بيبقى اسهل لك، فانا هوقف دلوقتي واقصهم ونرجع تاني عشان ما اطولش عليكم. دلوقتي حبايبي انا كده قصيت وكده زي ما احنا شايفين، نفس العلامات اللي انا كنت عاملاها اهوت.
دلوقتي يا حبايبي انا كده خلصت الفانوس كده خلاص، شايفين شكله جميل ازاي، تحفة بصراحة. اتمنى ان انتوا تجربوا الطريقة، شايفين من فوق حتى مظبوط ازاي، اللي هي راس الفانوس نازلة مع جسم الفانوس كده، فيعني بصراحة جميل جدا. نعم، اتمنى بقى ان انتوا ايه تعملوه كده لاولادكم وتفرحوا اولادكم كده، وطريقته سهلة جدا ايه وبسيطة، خلوا اولادكم كده يقعدوا كده معاكم وعلموهم الطريقة ديت. وعلى فكرة ممكن انت تشكلي فيه، يعني انا ما هعمل برضو ان شاء الله، ممكن اعمل برضو واحد تاني. انا عملت الشكل ده اهوت اهوت، في بقى شكل تاني اللي هو بيبقى مربع ايه من النص كده اهوت يعني، فبرضو هبقى اعمله لكم برضو ايه في فيديو تاني يعني. فحبيت ان انا اعمل معاكم برضو ايه يعني كذا فيديو كده اهوت لطرق متنوعة كده لعمل الفانوس يعني. ده كده شكل جميل جدا نفذته معاكم النهارده، وشايفين من فوق طبعا اللي فوق دوت اللي هو الورق اللي في النص ده، بصراحة تحفة. دلوقتي بقى ايه هوريكم بقى، اجيب بقى الشكل التاني اللي انا كنت عاملاه اللي لسه داخل الفيديو ده كده، الفانوس اللي انا كنت عاملاه يعني الحلقة اللي قبل اللي فاتت يعني، كنت عاملاه على شكل اباجورة كده اهوت، يعني شكل مختلف كده على طريقتي انا. اتمنى حبايبي فكرتي، انا فكرة الاباجورة ديت اتمنى يعني تكون عجبتكم. ما واللي لسه ما شافش الفيديو ممكن اللي انتوا تدخلوا في الفيديو كده اهوت، هبقى اسيبه لكم في اخر الفيديو ده اهوت، يعني تدخلوا وتشوفوا الطريقة برضه. طريقته سهلة جدا وبسيطة. يلا اتمنى حبايبي الفيديو يكون عجبكم النهارده، يا ريت كده فضلا وليس امرا، لو يعني لسه اول مره جداد كده في القناه ومشرفيني، لو القناه عجبتكم واستفدتم النهارده يعني بالفكره بتاعت النهارده، اتمنى ان انتوا تدعموني كده حبايبي بالاشتراك في القناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم فيديوهاتي وكل جديد انا بقدمه في القناه اول باول. لا على فكرة اللايك بيرفع يعني بيرفع الفيديو، فيعني ما تبخلوش عليا باللايك عشان الفيديو يوصل لأكتر عدد من المشاهدين اللي هم يشوفوه. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، وربنا يعود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب. يلا بقى فرحوا أولادكم كده ونفذوا الإيه نفذوا الفكرة ديت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.